وكما استذكرنا من خصائص الأمة أنه خصها سبحانه وتعالى بهذا القرآن، بمعنى أنه خص الإنسانية إلى قيام الساعة بهذا القرآن العظيم، فحملته هذه الأمة واهتدت به هذه الأمة وقبلته هذه الأمة. فإذا أرادت الأمة سعادة أين تجد؟ لن تجد إلا في القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا لتسعد. فإذا أراد الواحد منا أن يكون ربانيا منتسبا إلى الله حق الانتساب، لن يكون ذلك إلا في القرآن. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا أرادت هذه الأمة الهداية لن تجدها إلا في القرآن العظيم، ومن ثم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ثم إذا أرادت الأمة النور وأن تخرج من الظلمات، ليس لها إلا هذا القرآن العظيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا أرادت الأمة الروح والحياة والحيوية والتجديد، لن تجد ذلك إلا في القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ففيه الروح وهو الروح، وبه تستعيد الأمة روحها وقوتها. فإذا أرادت الأمة أن تفرق بين الحق والباطل، فتكون الأمة القوية العزيزة المنيعة، لن تجد ذلك إلا في القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين من نذيرا. وهكذا تكون أمة القوة وأمة القرآن وأمة الوحدة وأمة الاعتزاز برسالتها وبانتسابها إلى الله سبحانه وتعالى، أمة العبودية الخالصة لله. هذه من أعظم رسائل شهر رمضان الذي أنزل الله فيه سبحانه وتعالى القرآن. لذلك أمتنا أمة الجدية والعمل والاجتهاد. لا ترضى أن يتخذ بعض الدين سخرية، أن يسخر بعضهم من الدين أو معالم الدين أو شعائر الدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. وقد نبهت من قبل وأعيد وأكرر أن نحذر أولئك الذين يريدون أن يضحكوننا في رمضان، يريدون أن يرفهوا عنا، قالوا وكذبوا في رمضان، فيجعلون من بعض شعائر الدين سخرية، هزء. دعك من الأفلام والمسلسلات التي تسرق بها الأوقات وتدمر بها القيم والأخلاق إلى غير ذلك، وتضلل بها الأفكار. لكن حتى على هذا المستوى، إنما يأتينا من يقول برنامج سواء حقيقي أو ملفق، نبكي عنك بمئة ألف، بألف جنيه، باكج أسرة تريد أن تصلي نصلي عنكم ونبكي عنكم ونخشى عنكم. هذه سخرية، لا يجوز أن نسمح لمثل هذا. أو أن يجعل بعض أحكام الدين دعايات، يأكل ما يأكل بنهم ويشرب ما يشرب بماء من ماء بنهم وشره، ثم يقول فضيلة الشيخ أنا ممن أطعمني الله وسقاني ناسيا، أتم صومي. ما هذا الاستخفاف بشعائر الدين ومشاعر المسلمين؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ إذن لابد إلى عودة صادقة إذا أردنا الهداية والنور والقوة والربانية، لن تكون إلا في كتاب الله الذي أنزل في هذا الشهر العظيم. نسأل الله أن يحققنا وإياكم لنكون ممن قيل فيهم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أن نأخذ هذا القرآن العظيم بقوة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعونه بالفهم الأحسن والتطبيق الأحسن والأخذ الأحسن والأقوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك ويتقبل منا ومنكم.